السلام عليكم يا جدعان، النهارده هتكلم معاك عن السي بي اي وازاي تربح من السي بي اي، وايه هو السي بي اي واهم شركات السي بي اي ان شاء الله في الفيديو ده. سي بي اي اختصار لكلمه كوست بير كليك. طبعا السي بي اي ده مجال من مجالات الربح من الانترنت او من تفرعات التسويق الالكتروني. طبعا المجال دوت مجال مشهور جدا وفي عمالقه جدا سواء في الوطن العربي او خارج الوطن العربي بيشتغلوا في المجال دوت، وبيعتمد على تسويق المنتجات لشركات معينه او لوسيط مثلا بينك وبين الشركه اللي انت هتسوق لها ديت. وفي شركات كتيره للسي بي اي تقدر انك تشتغل من خلالها وتسوق للمنتجات المعروضه في الشركات ديت. طيب الموضوع بيتم ازاي؟ الموضوع بيتم مثلا ان الشركه بتقول لك انا عندي منتج وهتسوق للمنتج دوت مقابل انك تحصل على عموله من المنتج دوت، بالظبط زي مثلا تسويق عن طريق سوق، واللي اتكلمت عنه كربت الفيديو بتاعه تحت في الفيديو. بعد ما الشركه بتقول لك انا عندي منتج انا عاوزك تسوقه لي مقابل انك هتحصل على نسبه من المنتج دوت، وليكن مثلا المنتج دوت سعره 100 دولار. فانت لو سوقت المنتج ديت فمثلا الشركه ممكن تعرض مثلا عليك كمثال مثلا 30%، فانت هتاخد 30 دولار مقابل كل مبيع عليه المنتج ده. ممكن تظن الورقه كده لا ده الموضوع جميل والموضوع سهل وايزي خالص، يلا نخش المجال. طبعا لازم قبل ما تخش المجال ده يكون عندك خلفيه بيه، ويكون عندك خلفيه بالتسويق الالكتروني وازاي تسوق وازاي تعمل حمله اعلانيه وحاجات كتيره جدا لازم تتعرف عليها، وهكلمك عن ازاي تدخل المنفذ للموضوع دوت. فزي ما قلنا الشركه بيكون عندها منتج عايزك تسوق لها مقابل انك تحصل على نسبه من المنتج اللي انت هتسوقه لها دوت. اهم الشركات في الموضوع دوت هسيب لك شركات كتيره جدا تحت في الفيديو، وهتقدر انك تشتغل فيها وتبحث عن كل شركه فيهم وتعرف ازاي تتسجل فيها وازاي تقبل فيها. طبعا في شركات عمليه القبول فيها مش بتكون بالسهوله، وفي شركات تانية بمجرد انك بتسجل فيها تقدر انك تقبل، وبرضه تقدر تشتغل على موقع سوق.com بنفس الموضوع دوت انك بتسوق لي منتجات على سوق وقبل كده بتحصل على نسبه من المنتجات ديت. في ناس بتسوق للمنتجات ديت عن طريق الفيسبوك ادورد مثلا، عندها تسويق لها بالمحتوى من خلال موقع بيتكلم عن المحتوى بتاع المنتج دوت، فبالتالي لما الناس تدخل على المحتوى دوت من خلال السيرش انجن اوبتمايزيشن او محركات البحث، بالتالي بتشوف المنتجات دي وتبدا انها تدخل عليها تتعرف عليها وممكن تشتريها وتحصل انت على النسبه بتاعتك من المنتج دوت. سي بي اي عندك عشان تتعلمه في دروس كتيره جدا وفي دورات كتيره جدا بتتكلم عن السي بي اي، كل اللي عليك انك تاخد كلمه تعلم سي بي اي وتروح تبحث عنها في جوجل او تبحث عنها في اليوتيوب، هتلاقي ليها دورات كتيره جدا. عندك برنس السي بي اي سيمو لايف اكتر واحد بارز في المجال دوت، وهو اللي ممكن تتعرف او تتعلم حاجات كتيره منه، وعنده قناه على اليوتيوب برضو تقدر تبحث عنه وتتعرف على المجال دوت بشكل واسع. بس هي دي كانت تمثيل مختصر عن المجال وازاي تبدا تدخل المجال دوت، وايه هو المجال دوت وازاي تشتغل فيه. لعبكم في تعمل لي لايك وتشترك في القناه وتتابعني على الميديا الموجوده في خلاص، والسلام عليكم.